العام لمنتخبنا الوطني. يا كابتن هاني ازاي حضرتك؟ اهلا، مساء الخير يا اسلام. طبعا مساء حياتي الفل. الكباتن كلهم منورين. اهلا بيك. اهلا بيك يا هاني. اهلا بيك يا هاني، منور وبالتوفيق ان شاء الله. كابتن عادل تايما، كابتن ابراهيم عبد الصمد، الكابتن ماهر امام طبعا بيسلموا على حضرتك. كابتن كلهم كباتني ومربيني، وانا سعيد ان انا اكون موجود معاكم النهارده. ربنا يخليك يا كابتن هاني. يعني كابتن هاني، اولا انت وحشني جدا، فيعني من روسيا ما تقابلناش، بس انا عذرك الحقيقه اليومين دول حبيبي. ربنا يخليك ان شاء الله بالتوفيق خلال الفتره اللي جايه، وتبقى فتره جيده. انا متاكد ان شاء الله ان مع حضرتك ومع المدير الفني تبقى فتره جيده ان شاء الله. يعني كابتن هاني، اولا طمنا على المنتخب وعلى رحله النيجر ونيجيريا. والله احنا يعني بنستعد بشكل كويس، بدانا معسكر من يومين، الامور كلها كويسه. يمكن العدد لسه ما كملش كل اللعيبه اللي تم اختيارها، يعني كنا 25 لعيب. يعني نتيجه الاصابه خرج عامر، بنتمنى له ان شاء الله التوفيق. في حد هيبقى بديل مكانه يا كابتن ولا لا؟ لا، احنا استكفينا، لان كمان ان شاء الله جنش هينضم لينا بعد مباراه المقاولين. هم معانا ثلاث حراس، يبقى جنش واحمد الشناوي وابو جبل. استكفينا يعني عامر طبعا ادي موسم جيد جدا، لكن معلش حظ وحش. ان شاء الله نتمنى له الشفاء باذن الله، وجاله جزع في الرباط الداخلي للركبه اثناء التمرين. لكن كل الباقي اللعيبه الحمد لله شغالين بشكل كويس قوي، ومستنيين انضمام لاعبي نادي الزمالك بعد مباراه المقاولين ان شاء الله. يعني كابتن هاني، حضرتك شايف او كيف ترى مباراه النيجر الرسميه في ظل خلاص ان احنا وصلنا الى بطوله الامم الافريقيه خلاص، وبالتالي بتبقى اهميتها حتى بالنسبه للشعب كله، يعني او للناس اللي بتتفرج على كره القدم، بتشوف ان هي خلاص مباراه ليس لها اهميه من وجهه نظرهم يعني؟ لا، ما فيش حاجه ما لهاش اهميه. لا، احنا بنلعب باسم منتخب مصر، اي مباراه بنأديها اذا كان حتى مباراه وديه او مباراه رسميه اكيد لها اهميه. يعني الاهميه طبعا الاهميه الاولى والكبرى ان احنا الحمد لله وصلنا للتصفيات، يعني الادوار النهائيه والبطوله على ارضنا. لكن في اهداف، تقدر تقول في اهداف معينه بالظبط. مباراه النيجر، مباراه نيجيريا، الاهداف دي اولها طبعا ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقنا ونكسب. مهم جدا انك تكسب ماتشات، تدي ثقه للجهاز الفني، تدي ثقه للجماهير، ده مهم جدا. الجزء الثاني احنا يمكن وصلنا تقريبا ل 80% من فكرنا بالنسبه للقوام الاساسي، لكن في بعض البدائل اللي احنا بندور عليها. بعض تضمنا اكثر من 10 لعيبه موجودين معانا لاول مره، عايزين نحطهم برضو تحت ضغوط شويه. يعني مباراه النيجر مباراه رسميه، مباراه نيجيريا مباراه كبيره رغم انها مباراه وديه، لكن امام فريق قوي جدا. عايزين نحط الاولاد تحت تجربه حقيقيه، نشوف المستوى الفني، المستوى البدني، عامل الاتزان النفسي ده مهم جدا. انت عارف يا اسلام احنا بقالنا كتير ما بنلعبش امام جماهير. مظبوط. البطوله اللي جايه قدام جماهيرنا، انا عارف الاستاد هيكون متقفل جميع الماتشات، ف ايوه برضه دي محتاجه متطلبات لشخصيه معينه داخل الملعب. حابين ان احنا نبص هل تتوافر هذه الشخصيات في اللعيبه اللي اخترناها الفتره ديت ولا لا. فكل دي اهداف احنا بندور عليها، بجانب طبعا ان احنا زي ما بقول لك يمكن وصلنا ل 80% من القوام الاساسي. بعض البوزيشن، بعض الاماكن محتاجين فيها بعض البدائل، ده اللي بنشوفه خلال الفتره اللي جايه. يعني يا كابتن، هل من الممكن ان احنا نشوف لعيب لاول مره ينضم للمنتخب النهارده او يعني في هذا المعسكر ونجده في بطوله الامم الافريقيه؟ والله بص، لو اثبت وجوده وحسينا انه عنده شخصيه اللعيب المصري وان هو يقدر يكون موجود، ليه لا؟ يعني انا سامع يعني معظم الناس بتتكلم هي اللعيبه اللي جايه دي كلها اكيد مش هيبقى ليها دور الفتره اللي جايه، لكن ليه لا؟ احنا لازم نبص، دي فرصه يعني فرصه مهمه جدا، بنحاول ندي الفرص للناس كتير. احنا الحمد لله وصلنا بشكل كويس، وصلنا نهائيات البطوله على ارضنا، فشفنا ان احنا ممكن ندي فرص ونشوف مستواهم زي ما اقول لك، على مستوى التكتيك، المستوى البدني، مستوى حتى شخصيه اللاعب الدولي متوفره فيها ولا لا. لكن وارد هقول لك يعني 100%، وده الكلام اللي قاله مستر اجيلي في اول اجتماع. قال لهم انا بدي فرصه، ممكن تكون دي الفرصه الاخيره، كل اللي مطلوب منكم انه تؤدي بشكل جيد، تطلع كل اللي جواك، وما وعدتهمش ان انتوا هتكونوا موجودين معايا، لكن اللي هيثبت وجوده واحنا نشوف ان هو ممكن يكون ليه تاثير ايجابي في منتخب مصر من خلال البطوله اكيد هكون موجود.
كابتن هاني، محمد صلاح بالنسبة لكل المصري حضرتك تعلم تماما مدى مقداره، ولكن خلال هذه الفترة هل الجهاز الفني فضل المساعدة في وجود محمد صلاح في ليفربول في انجلترا، ولا شايفين ان المباراة دي محتاجين ان انتوا تشوفوا فيها عناصر تانية زي ما حضرتك قلت؟ لا، هي من ناحيتين يا كلام، يعني هو احنا كلنا طبعا يعني عارفين امكانيات صلاح لعيب كبير ومميز وبيلعب مباريات قويه جدا، فقلنا لا نريح صلاح زي حجازي، انت عارف البريمير ليج حتى الشامبيونشيب مباريات قويه جدا، وخلاص مش محتاجين نقيم صلاح يعني. طب احنا قلنا في نفس الوقت عايزين نشوف بعض البدايل، يعني لو صلاح مش موجود ممكن يكون مين موجود يؤدي بشكل جيد. مش موجود لاي ظرف، انذارين لا قدر الله، حاجه كده يعني. وارد كره القدم، وارد فيها كل حاجه، المباريات وارد فيها كل حاجه، لا قدر الله اصابه، فلازم كنا احنا مش موضوع صلاح بس، احنا بنحاول نجهز البديل في كل مركز، احنا يعني كل مركز لازم يكون فيه اثنين على مستوى عالي جدا. البطوله قويه، فيها فرق على مستوى عالي جدا، البطوله على ارضنا اكيد في ضغوط هتكون على اللعيبه، في ضغوط على الجهاز الفني، مظبوط، فعشان نخش في قائمه لازم كل لعيب في البوزيشن بتاعه يكون معاه البديل بتاعه كمان في مستواه وعلى قدر المسؤوليه، وده اللي يعني ده اللي بقول لك ان احنا بنحاول الفتره دي نقيم فيها بعض اللعيبه. كابتن هاني، برضو خلينا في محمد صلاح الفتره الاخيره، يعني الناس معتقده ان هو عدم تسجيله معناه ان هو وحش، خليني اكلمك بمنتهى الصراحه، حضرتك شايف الموضوع ده ازاي؟ نظرية سطحية جدا، يعني احنا ما بنقيمش محمد صلاح بتسجيله الاهداف ولا لا، احنا شايفين انه بيأدي بشكل جيد جدا، نتمنى طبعا ان هو يهدف ويبقى توب سكورر على البريمير ليج، ده اكيد، لكن مش ده المعيار اللي هنجيب فيه صلاح، بالعكس يعني صلاح بيأدي بشكل كويس، بيعمل اسيست كويس قوي، وكل لعيبه العالم مروا بفتره عدم تهديف محمد صلاح بس، فاحنا كمان مش عايزين نحط ضغوط على الولد، مش عايزين يبقى هو ده. هو حتى شكله متضايق يا كابتن في اخر مباراه وهو طالع يعني. لا، هو بص، هو محمد صلاح دايما بيحب يكون الافضل، محمد صلاح دايما بيحب يكون يهدف ويبقى هو في السباق على التوب سكورر في البريمير ليج، دايما بيحب يكون الاول، وانا من خلال لقاءات كتير وتواصل محمد صلاح دي شخصيه صلاح، ولكن يعني قلت له ما تاثرش عليك، يعني انت بالعكس انت المدرب، انت فاهم كويس قوي، زمايلك فاهمين كويس قوي، انت بتأدي جيد جدا في الملعب، عمليه التهديف طول ما انت مفكر فيها وكل ما انت مركز، انا عايزك تكون ممكن تكون عصبي بشكل اكبر شويه قدام الجول، لكن لما تكون ريلاكس يعني دي كلها محمد صلاح اكيد لعيب كبير وعارفها، فمش عايز محمد صلاح بنسبة اهدافه، لا محمد صلاح يعني ما شاء الله بيأدي بشكل كويس جدا، وانا متاكد ان عمليه التهديف اكيد هتكون قريبه ان شاء الله باذن الله. كابتن هاني، الناحيه الهجوميه دايما في المنتخب الوطني، يعني او اتكلم عن راس حربه تحديدا، هناك بعض اللاعبين الذين تم او لم يتم اختيارهم، يعني يمكن انا سمعت لحضرتك او شفت كذا تصريح ان السن بيفرق خلال الفتره اللي حضراتكم موجودين فيها، هل في ناس يا كابتن بتشوف ان المرحلة دي تحتاج لإسلام مثلا؟ انا مش هتكلم على اسماء لاعبين ولكن تحتاج الى إسلام، هل السن بيفرق للدرجات دي؟ إسلام احنا يعني انا عارف سؤالك رايح فين، لكن يعني كل مرحلة وليها متطلباتها، اكيد مليون في المية لو احنا شايفين ان في لعيب مميز وفوق السن ال 30 وهيكون مكسب لينا في البطولة الافريقية، اكيد مش هنقول احنا بنبني فريق دلوقتي، احنا داخلين على معركه كبيره جدا، وعمليه ان احنا بنبني فريق ديت اعتقد وقتها ممكن يكون بعد البطوله الافريقيه، خلال البطوله الافريقيه. مظبوط، البطوله الافريقيه اكيد هنحتاج بعض الخبرات، لو مستوى اللاعبين على مستوى جيد جدا ليه لا هيكون موجود، لان احنا محتاجين كل عنصر، احنا عايزين نفوز بالبطوله، فمحتاجين كل عنصر ايجابي ممكن يخلينا نكسب البطوله بغض النظر عن سنه. يعني في اسماء كبيره فوق ال 30 مميزين، فاحنا خلال شهرين اللي جايين لو شايفين ان هم على نفس المستوى ان هم يأدوا بشكل جيد جدا معانا، فاكيد مش هنقول لا سنهم كبير فخليهم لفتره ثانيه، لا يعني عمليه بناء الفريق اعتقد انها واخده مراحل، المرحله الاهم انها ان شاء الله ربنا يوفقنا ونفوز بالبطوله، وتبقى بعد البطوله الافريقيه نبدا نفكر، لكن احنا بنحضر من دلوقتي كمان، يعني احنا احنا محضرين. أيوة. وده اللي احنا مشينا فيه المشوار الاولاني، ان احنا بدانا نحضر، وده اللي كان ينقصنا في مصر، ان احنا بنستنى لغايه اللعيب ما يستهلك تماما وبعديها نبدا ندور، اصل احنا عايزين لعيب صغير، لا احنا اللعيبه الصغيره بنديها فرص، لعيبه
في المنتخب الاولمبي لعبوا ماتش تونس معانا مجموعه كبيره من اللعيبه الصغيره، خدت خبرات ازاي تكون موجوده في الفريق الاول، خبرات التدريب، خبرات المحاضرات، خبرات الشكل التكتيكي، على اساس لما حتى نحتاجهم ان شاء الله ربنا يوفقنا نحتاجهم في الفتره اللي جايه يكون عندهم البيزك، عندهم ما عندهمش الاساس من المباريات الدوليه، وده اللي كان ناقصنا. يعني احنا ان شاء الله باذن الله زي ما بقول لك احنا ماشيين في خطين، بنحضر لمنتخب متوسط اعماره 25 سنه 26 سنه، لكن ده مش هيمنع طبعا ان احنا لو شفنا لعيب فوق ال 30 عنده الخبرات وعنده عنده الامكانيه البدنيه والامكانيه الفنيه انه يكون متواجد في البطوله الافريقيه وهيكسبنا، اكيد مش هنقول احنا بنتكلم فريق، يعني ده شيء اكيد. كابتن هاني انا عارف ان انا مطول عليك، بس اخيرا يعني اولا ايه راي حضرتك في مسابقه الدوري العام المصري هذا الموسم؟ ثانيا رايك في مباراه الاهلي والزمالك القادمه؟ والله انا شايف الدوري قوي، يعني انا شايف الدوري رغم ان هو فيه توقفات كتير طبعا نتيجه اشتراك انديه كتيره في مسابقات كتيره، لكن انا شايف ان يعني حتى على مستوى الناس اللي بتطرع هروب من الهبوط، لا في عندك ست سبع فرق قريبين جدا لغايه دلوقتي ما تقدرش تقول مين اللي هيحسم الدوري. ده هاخد منه السؤال اللي جاي، اعتقد مباراه النادي الاهلي ونادي الزمالك يوم 30 مارس ممكن تكون تدي مؤشرات، هي اللي هقول اللي هيكسب هو اللي هياخد الدوري، لكن تدي بعض المؤشرات ممكن يكون مين الاقرب للفوز بالدوري. عوده النادي الاهلي تاني بعد فترات من فقد النقاط، رجع النادي الاهلي بقى في المركز الثاني، نادي الزمالك ماشي بشكل كويس قوي، الحاله المعنويه للعيبه كويسه، اذا كان الاهلي والزمالك وصلوا للدور الثمانيه بالنسبه للكونفدراليه او ابطال افريقيا، فكل ديت احنا منتظرين مباراه تليق باسم النادي الاهلي ونادي الزمالك، ونتمنى طبعا التوفيق للجميع. انتوا هتسافروا امتى ان شاء الله يا كابتن هاني؟ احنا ان شاء الله مسافرين يوم الخميس باذن الله، هنوصل باذن الله عندنا تمرينتين قبل مباراة النيجر، وهنلعب المباراة يوم 23، إن شاء الله يوم 25 هنكون موجودين في نيجيريا نتمرن تمرينة واحدة على ملعب المباراة، ونلعب المباراة يوم 23 بإذن الله، والرجوع تاني يوم إن شاء الله. ترجعوا بالسلامة، وأنا بشكر حضرتك جدا يا كابتن هاني، وأسفين إن إحنا طولنا على حضرتك. تحياتي للكبادن الموجودين ودعواتكم. بالتوفيق يا كابتن.